مساء الخير حباوة، أعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير بالصور مريم سمير، تشارك نهضة السيدة العذراء بالعريش وتلتقي بالأنبا قزمان وسط فرحة كبيرة لأسرتها. كل الخدع وكل القدرات التي يتحدث عنها، ولكن معنا نحن قناة الملكة والأمير ننطق بالحقيقة كاملة. يقال أنها شاركت مساء اليوم مريم سمير فايزة المعيدة بجامعة العريش نهضة السيدة العذراء بمقر مترانية شمال الجيزة بالعريش وسط فرحة أسرتها وأحبائها ووسط ابتسامة وفرحة لمريم داخل كنيستها. كما التقت مريم وأسرتها نيابة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء وتحدثت معه فترة طويلة، وقدمت كل الشكر لله لمرور هذه التجربة الصعبة التي مرت بها وعودتها لأسرتها، كما قدمت كل الشكر لمن ساندها وقدم كل محبة وصلاة لها. وتحدثت مريم في اتصال هاتفي معنا نحن كصحفيين، وأكدت أنها بخير وسعيدة بوجودها مع أسرتها، وبصرت التعب اللي ظهرت من خلاله في فيديو كنيسة السيدة العذراء مستورد أنها كانت متعبة لأنها لم تكن نائمة لفترة طويلة وكانت في حالة تعب شديد وكانت تحتاج لراحة، وأنها اليوم شاركت في جنازة السيدة العذراء بكنيستها كالمعتاد. كما أكد والدها سمير فايز أن ابنته داخل كنيستها بإرادتها وسط أحبائها، ومحاولة البعض الطعن في فيديو وعودتها أثناء تصويرها مرفوض تماما، فهي ظلت يوما كاملا دون نوم وظلت داخل تحقيقات الشرطة والأمن الوطني لإنهاء كافة الإجراءات قبل تسليمها أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي في منزلها وتخرج لكنيستها. مريم سمير فايز، الكل يبحث ويتكلم والكل يطعن والكل يشمت وشماتة ما لا شماتة من كل الجهات، ولكن لماذا؟ هل لأنها تركت المسيحية وذهبت إلى إخوتنا المسلمين؟ هذا عبث وكل العبث. وأيضا هناك من لا يقدر أبدا أن الأخت مريم سمير فايز وهي عودة شابة مصرية إلى الكنيسة بعد إشهار إسلامها أثار جهور شابة مصرية مسيحية تدعى مريم سمير فايز داخل كنيسة مصرية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إشهار إسلامها، ونطقت الشهادتين في مقطع مصور، وشكك الكثيرون في السبب الحقيقي وراء عودة مريم للكنيسة على هذا النحو وسط غيابه رد رسمي من الأزهر الشريف. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة، أمور عجيبة وكلام كثير وكلام كله عبث وليس به أي نوع من الحقيقة. الكل يبحث عن الشهرة، الكل يبحث عن الترند، الكل يبحث عن كلام يثير الشك والجدل، لكن هناك بعض الأقاويل البذيئة من جريدة خارج السرب وتعرض وتقول أن الرئيس السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف ما. هذا المقال مرفوضا تماما لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المواطنة، الرئيس الذي يعشق كل وطنه بكل قلبه. أما قصة الدكتورة مريم سمير فايز في رحلة البحث عن الهوية والعودة إلى المسيحية، كلام يثير الجدل وكلام كله حكايات وروايات وحاجات تثير وتشعل الفتنة الطائفية. نعم، حكاية مريم سمير كاملة وتحذيره قبل اشتعال نيران الفتنة، وكشفت لنا الجريدة التفاصيل الكاملة لكل ما يحدث لمريم سمير، طالبا من الجميع وعدم المكايدة حتى لا تشتعل الأمور. حكاية مريم سمير الحقيقة إنها تخرس الفتنة في المهد وفي البداية. الحكاية بدأت بخبر جاءني أن معيدة في كلية اقتصاد منزلي جامعة العريش وتقوم بتحضير ماجستير في جامعة المنوفية اختفت بإرادتها، لم تخطف وأشهرت إسلامها، فكان رد فعلي هي حرة لأن الاعتقاد أمر شخصي. وبعدها بدأت حبلة الفتح العظيم من مرتزقة اليوتيوب، وأنا أتابع وأدركت جيدا أن المعيدة المحترمة أصبحت سلعة مثل أي سلعة، وكل شخص مرتزق سيقوم بإرسال تفاصيل حالتها للجمعية التي يتعامل معها ويأتي من ورائها بمجموعة من الدينارات والدولارات والريالات. ورجوع مريم سمير قبل رجوع مريم سمير بليلة تحديدا الساعة 2 بالليل، وصل لاتصال المصدر لي
أخبرني بالآتي وقال لي: يا فلان، مريم والشاب اللي كان مرتب للجواز معها في أمن الدولة حاليا. فسألت ليه، فكان الرد يتم استكمال المحضر المتقدم باختبائها. وقال الولد ضغطوا عليه عشان يبعد عن المشاكل، فرد الشاب المسلم وقال: أنا ماليش علاقة بيها، فقلت هي بتبيع أهلها وهي اللي باعت دينها، وهو مش متحمل تحيز وغير ستقول فيه إنها مسلمة، وانتهى الأمر ويعيشوا على ده بثبات وثبات. المهم عرفت إن مريم سمير حينما علمت أن كل الطرق أغلقت أمامها قررت إنها ترجع، وهي اللي طلبت هذا الأمر ولم يخصبها أحد، ولو الكنيسة بتغصب حد ما كانت غصبت سالي نسيم، ولا ما فيش منطق. المهم علمت بقرار مريم سمير الساعة 4 صباحا، وتأكدت من أكثر من مصدر إن الشاب رجع بيته من غير مريم سمير وباعها ورماها. فأرسلت خادم تواصل مع أسرة مريم سمير المكالمة مسجلة، وقال إن مريم سمير هترجع قبل رجوعها بيوم كامل، ومن فضلكم خلوا الأمر يمشي بدون، لأن مريم سمير رجع من صدمة شكلها كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده أنا والخدام اللي معايا بنحافظ على إن ما يحصلش أي مكايدة طائفية تتحول إلى عاوزين أختنا كماليا، ونعطي فرصة للتطرف. لكن نتفاجئ إن أسرة مريم سمير وبعض الأشخاص نازلين مكايدات. فحابب أوجه لهم كلمة: مريم سمير كانت بايعة الكل من أجل شخص، ولولا أن كل الأبواب أغلقت أمامها ما كانتش هترجع، ولا حد فيكم أصلا إنه كان متابع الحالة ولا أهلها، حتى كانوا عارفين هي فين ومع مين، وحاليا الطرفين نازلين رأس أمام بعض. هي راحت حبت واد مسلم وردت وراه، ولكن الواد من أول التحقيق رجع وتنازل عنها وبحها بسهولة. حكاية مريم سمير هي حكاية عادية لبنت لا تعرف دين، ومستحيل تكون قراءة قرأت فارس كتاب مقدس شيء عقيدة. هي بس هربت من مشاكل بيتها لجنة موعودة في حضن فارس الأحلام على حصان أبيض، وصحيت من حلمها على كابوس إنها تترمي في الشارع وبيتاجر بيها من كل الأطراف والأرض، وكانت يعني هيرقصوا على جثتها. ممكن نفوق قبل السقوط في بخ البتنة، ولا لسه عشاق اللقطة ما شبهوش. الجدير بالذكر انها مئات القراء بالهجوم على موقعنا بعدما انفردنا بخبر عودة المعيدة مريم سمير الى حضن الصوت مرة اخرى بعد قيامها برش شهادة اشهار اسلامها. وبعدما خرجت بث مباشر مع محمود داود تؤكد اسلامها، الجميع قالوا ان عبارة ان احنا بنروج اشاعات، لكن كان ردنا باننا متأكدون من صدق المعلومة اللي لدينا، وان مريم سيتم تسليمها لاسرتها خلال ساعات، ولم تمر ساعات طويلة، وبالفعل رجعت مريم سمير بعد ما هربت من أهلها وحبت شاب مسلم، وكانت مريم سمير في الكنيسة بدون الحجاب وداخل الكنيسة والصليب على أيديها ومع المحامين. وردت معلومات لمحررنا من مصادره الخاصة بأن المعيدة المعروفة مريم سمير والتي أثارت مشكلتها لغطا كبيرا على شبكة التواصل الاجتماعي ستعود إلى صوتها مرة أخرى بالرغم من خروجها في بث مباشر وإشهارها للإسلام ونشر شهادة الإشهار أيضا قدام محمود داود. الغريب في الامر ان صفحات كل من محمد رياض سرور ومحمود داوود المهتمين بشان المعيده مريم سمير وقاموا بنشر شهاده اشهار اسلامها، بجانب قيام محمود داوود باجراء حوار مباشر معها من خلال بث مباشر، لم يذكروا اي معلومه بشان عوده المعيده مريم سمير الى اسرتها. ونشر صفحات الجروبات المسيحيه صوره للمعيده مريم سمير عزيز حكيم 25 سنه بالحجاب بجانب صوره اشهار اسلامها. وتقوم الباحثه مريم سمير باعداد رساله ماجستير بجامعه المورفيه من مواليد العريش وباحثه بجامعه للعريش. اختفت من يوم 30 يوليو وذهبت وراحت لموقف المرجب القاهرة للذهاب للعريش، وربط اسم المرجب والعريش انهم يعملوا محضر. لكن حاجة غريبة قوي وكلام ان خروج نص 20 مليون نص مليون زائر وبيحتفلوا بسلام السيد العذراء ببني سويف. تحتفل محافظة بني سويف على مدار 15 يوم بعد صعود بعيد صعود السيد العذراء حتى تقصد المهمة اللي ليها مكانتها في الدير العذراء مريم في بياض العرب بمركز بني سويف، وهو احدى المناسبات التي شارك فيها النقابات والمسلمون منذ بدء صيام السيده العذراء 7 اغسطس، وعلى مدار اسبوعين لا تنقطع الاحتفالات داخل الدير حتى ختام فتره الصيام. وترأس الانبا غبريال اسقف بني سويف قداسا يوميا بثيابه البيضاء وسط فرحه شعب ابراشيد بني سويف بعد انتهاء اعمال تطوير مباني دير السيده العذراء مريم، وتتواجد الاجهزه الامنيه على مدار 15 يوم لتامين الاحتفالات اليوميه. وبدأ دير السيدة العذراء باستقبال الزوار، واستقبل على مدار 15 يوم نحو من نص مليون زائر من جميع أنحاء مصر. وإحنا طبعا سمعنا عن المعجزة الكبيرة اللي عملتها السيدة العذراء مع الشاب اللي كان مشلول لمدة أكثر من 8 سنوات في كنيسة العذراء والبابا كرولوس عزبة النخل.
وكمان ايضا بتيجي اعداد كبيره من عده دول تشهد الاحتفالات المشاركه مئات الالاف من المواطنين من مختلف محافظات مصر وخارجها، ويعد سهم السيده العذراء من اسوان التي احرص الاقباط الارثوذكس على تأييدها تقديرا لمكان السيده العذراء مريم بالكنيسه القبطيه. وقال غبريال تم تطوير دير السيده العذراء مريم واتخاذ اجراءات اضافيه لضمان سلامه المترددين على الدير ونجاح تنظيم الموسم وسيوله الحركه داخل وخارج الدير تماشيا مع الوضع الامني، حيث تم منع دخول السيارات الى الدير باستثناء الحاصله على تصريح، كما تم الغاء تواجد الباع واصحاب الملاهي خارج الدير والتنسيق مع الجهات الامنيه. اضاف غبريال ان بناء دير السيده العذراء يرجع للقرن الخامس عشر ويقع في المنطقه التي عثرت فيها ابنه فرعون على الطفل موسى، وان دير السيده العذراء له بركه وتاثير روحي على زائري مستمد من مرور العائله المقدسه في الدير طريق رحلتها الى جنوب مصر. المقال طويل ومش عايزين نطول عليكم، وشكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى لكم الخير. واسره مريم سمير بتشكر كل من ساندهم في عوده ابنتهم وسعادتهم، وطيارات الشر بتحاول انها تتاجر بهذا الموضوع، ولكن ربنا الاجمل والاحلى. واشكركم على قناتكم مع قناه الملكه والامير، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، امين.